جينا بقى للكونكت فور وعندي حماس رهيب اعرف مين من الفريقين اللي هيكسب في كونكت فور. انتوا كلكم اللي هتلعبوا بقى، احنا متفقين واحد 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 واحد، وهم اتفقوا مع بعض، البنت قصاد البنت والولد قصاد الولد. المهم الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر هو اللي هيكون اربعه الاول، هنشوف مع بعض. جاهزين؟ جاهزين. يلا الفريق الاحمر الاول، ريدي ستادي جو. يلا يا ريتا ما جاتش. يلا الفريق الاصفر دهب ما جاتش برضو. يلا الفريق الاحمر ياسين جت ما جاتش. يلا الله يا فهد ما جاتش برضو. يلا ريتا نايس. يلا يا دهب ماشي اقوى شويه. يلا ياسين والنبي شطاره وحلاوه وطعامه الله مش ممكن الوقت. الله في نفس الحته لكن فهد بيقطع عليكم وقاعد فايقلكم فهد. يلا ايوه برافو يا ريتا مع انها جت في نفس الحته كان زمانك دلوقتي ايه. يلا يا دهب دهب يا نهار ابيض. يلا يا ياسين يلا يا فهد يلا ريتا يلا اسمه ايه؟ لا يلا برافو ماشي انت بتلعب ليه؟ يلا يا فهد يلا يا دهب دور دهب دور فهد بقى عشان انت لعبت مرتين. يلا برافو يا فهد حاولوا تقطعوا على فهد. يلا يا ياسين يلا يا دكتور قوي ياسين ياسين يلا يا ريت يلا يا دهب دهب برافو دهب ماشي ريتا اوكي فهد قربنا هنا فهد يلا ناقص واحدة ناقص واحدة فعلا. يلا مين فاضل مين؟ يلا يلا يا ياسين واحدة من الجنب اهي يا ياسين اهي اهي الفتحة دي يلا برافو برافو يا سينو الله يا نهار ابيض يا جماعه يا نهار ابيض وهيقد فاز الفريق الاحمر مش ممكن مش ممكن مش ممكن. يلا بينا نروح نشوف النهارده حدوته يحيى وفلوس ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه تاني.